يلا بينا يا شباب، احنا هنسمع كده زميلتنا وهي بتشرحها، ماشي؟ وايه ونشوف فهمها صح ولا لا، يا ربنا يستر. ماشي، يلا بسم الله. قولي لي يا منى، يلا. Number one, a hydroelectric dam that controls the flow of water. ماشي، So the potential energy of water increases. فين الشرح بقى؟ ها، معناه ايه الكلام ده؟ اتفق. ها، انا عايزاكم تحفظوها يا شباب. انتي برافو عليكي، برافو عليكي. ماشي، بس انا ايه، هشرحها تاني، معلش. ماشي، هشرحها تاني. اوكي، هشرحها انا بقى. ماشي، معلش، خلاص. طيب بص بقى، الهايدرو الكتريك دام، اللي قلنا ان انا عندي سد هيمنع prevent flow of river water، هيمنع ان الميه ايه، ها، تعدي، صح؟ prevent flow of water معنى كده، وهيوقفها. اوعي تتحركي يا بنت، اوعي يا بنت تتحركي من غير، صح كده؟ اه صح. طيب حلوة قوي. طب لما مناعها تتحرك، ها، دي حاجة حلوة؟ لا، حاجة مش حلوة، صح؟ يبقى كأنها ايه، يقول لها ده فين الكايناتيك، فين الكايناتيك، يقول لك لا خلاص امشي يا كايناتيك، تعالي يا بوتنشال، تعالي يا بوتنشال. فخلي بالك، عشان بيجي لك في الكومبليت، لما الهايدرو الكتريك دام بريفنت ذا فلو اوف ووتر ريفر او ريفر ووتر، لو منعها مين اللي انهي انرجي اللي هتزيد؟ انت اول ما تشوف هيدرو الكتريك دام، ها، الالكتريسيتي على طول، الالكتريسيتي يا ماما، انا حليت صح يا ماما، صح كده، بتعملوا كده صح. بص يا حزين، بص بص، البوتنشال انرجي اللي بيزيد، مش الله يصبرك. ماشي، في الاخر ايه، بلال الام بيعيطوا منكو. يبقى الهيدرو الكتريك دام لما بيمنع الفلو اوف ووتر، هيمنع الميه، مين اللي هيزيد؟ البوتنشال، انا ما بخلاش تتحرك كده، تمام. طيب حلوة قوي، لما نفتح بقى السد، يبقى البوتنشال تتحول ل كايناتيك، when water is released البوتنشال يتحول لكايناتيك. اما افتح السد، اه، ده هتبدا تتحرك، يبقى الميه هتتحول من بوتنشال ل كايناتيك، صح كده. طب لما تتحرك، اه، ده الدام ده، السد ده كان اسمه ايه، هايدرو الكتريك دام، السد اللي بولد من الميه عن طريقه ايه، كهرباء، فاكيد جواه توربين، صح كده. فالكايناتيك انرجي بتاعت الميه هت ايه، تروح للتوربين. وخدنا في الدروس اللي فاتت ان التوربين متوصل بحاجه اسمها generator، يبقى so turbine rotate that operate ال generator، ال rotate لما ال sorry التوربين لما يلف، ال generator يشتغل فيولد كهرباء. حلوة أوي. الكهرباء الحزينة اللي طلعت دي اسمها ايه؟ هايدرو الكتريك انرجي. يبقى الكهرباء اللي طلعت، الالكتريك انرجي اللي طلعت، اسيبها كلمة الكتريك انرجي لوحدها ولا احط كلمة هايدرو؟ اه، دي مية، معلش هسميها على اسم ابني، ابني اسمه هايدرو، ماشي، اعتبروني ابني اسمه هايدرو، ماشي. هايدرو الكتريسيتي، كلمة هايدرو أصلا معناها مية، حلو، بيجي لك دايما في الرايت ساينتفك تيرم، ماشي، بيجي لك في الرايت ساينتفك تيرم. It is a type of electric energy، نوع من الالكتريك انرجي، generated by water turbine in dam. مين النوع اللي من الالكتريك انرجي، نوع من الكهرباء اللي انت بتجيبه من المية اللي في السدود؟ اكيد هايدرو الكتريك انرجي. سهلة؟ ريناد وآدم فاهمين، وصهيب ولا ايه الدنيا اللي دخلوا متأخر، ومريم، مريم محمد حافظ فاهمة ولا ايه؟ تمام. صهيب، ها، مين تاني؟ قولولي. آدم فاهم ولا ايه؟ قولي. مريم محمد عثمان اللي دخلت متأخر، تمام. آدم فاهم، ها، وريناد فاهمة ولا لأ؟ ريناد موجودة أصلا ولا لأ؟ ريناد فاهمة ولا لأ؟ بعتيلي على الشات. أتمنى تكوني فاهمة. زينب، ايه الدنيا؟ تمام، آخر حتة آخر حتة، أنهي واحدة؟ انهي واحدة؟
ارفعي لي ايديك يا رينات. ها اللي هي مش بتاع اللي هي هرجو اللي هي الكتريستي انرجي اللي هي بتاع تعرف اللي هرجو الكتريستي هي انرجي. الهايدرو الكتريك انرجي، مش انا جبت الكتريستي صح؟ مش انا كان الموضوع كله ان الميه حركت التوربين والتوربين حرك الجنريتور صح؟ طيب جميل. طيب انا كده طلعت كهرباء صح، والجنريتور ده كان لما الكاينتيك بيحول من كاينتيك انرجي لالكتريك انرجي صح كده؟ الكهرباء بتاعت الميه دي معلش لازم اسميها هايدرو الكتريك انرجي، ما اقولش الكتريك انرجي واسكت. تمام؟ قولي يا زينب انت نادي انت مش فاهمه انهي جزء. نمبر 3 و 4 نمبر 3 و 4، هو مش احنا يا ريناد قلنا ان في الدروس اللي فاتت ان كان الستيم يلف التوربين والتوربين يلف الجنريتور صح ولا انا غلطانه؟ صح. تمام. هنا بقى لا، ده هنا المايه موجوده مش عايزين ستيم، تمام، مايه قوتها جامده، فالووتر هتلف التوربين والتوربين يلف ايه؟ جنريتور طب الجنريتور لما يلف هيولد ايه؟ كهرباء كهربا. حلو قوي، يبقى electric energy صح ولا غلط؟ صح. طيب هنا بقى الكهرباء بتاعت المية اقول عليها هايدرو electric energy، ما اقولش electric energy واسكت، لان بتاعت المية دي مهمة قوي فسميناها بقى. حلو، سهلة. ماشي تمام تمام ماشي، فهم. وما تنسيش ان الدام اسمه هايدرو electric دام. تمام ماشي، قولي يا رهف. الدرس ده مهم أوي يا شباب. طب قولي يا براء. صح يا أحمد، برافو. مش حضرتك انا جبت 15 في الامتحان. برافو، اوكي اكسلنت. طيب قولي يا صهيب. معلش بس هو انا الحته ماشي، هو انا فاهم ان عشان الطاقه الكهربائيه اللي هي بتتعمل لازم يكون توربين، بس انا مش فاهمه ازاي بتتعمل بتستخدم مع الوتر. اللي مش فاهمة يعني بتتولد ازاي من الوتر نفسها. ما هي مش احنا فاكر لما كنا بنجيب من الكول الفحم ونحرقه فالمية تتبخر فتطلع ستيم، فالستيم يروح يلف في التوربين والتوربين يلف في الجنريتور. هنا بقى رحت انا ايه، لا والله بقى مش عايز الستيم يا عم، دي المية هي اللي خلاها تزق التوربين بنفسها. المهم عندي التوربين يتزق، مش مهم بايه، بدليل ان انا زقيته بالهواء وزقيته بالمية صح كده، تمام، وزقيته عن صح. طريق الستيم برضه. حلو صح. جميل، فهمت ولا لأ؟ تمام. قولي يا يوسف بقى سؤالك، آخر سؤال ليك انت وزينب. ها يعني ميس انا نعم. عندي نسيت تحردك محفظي هولي. قول اهو، الستيم لف التوربين والتوربين لف الجنريتور. برافو، بس ده في الفوسيل فيول مش في ال مش هنا ماشي، لكن احنا حافظين التوربين والجنريتور ورا بعض، فايه اللي يلف بقى اللي يلف التوربين؟ ممكن يلف الويند، ممكن يلف الووتر لو بستخدم الويند والووتر، وممكن يلفوا الستيم لو انا بستخدم فوسيل فيول وبحرقها. تمام حلو، برافو. قولي يا زينب بقى اخر سؤال. او يا سيلفي، ها انا جبت في الساينس 15 من 15. برافو عليك، برافو عليك. يلا بينا يا شباب، يلا بينا، تعالوا بقى نشوف هنا ال similarities and differences، التشابهات والاختلافات ما بين استخدام الووتر والويند. حلوة قوي، تعال نشوف ايه الاختلاف بتاع ال use of water، ايه الاختلاف بتاع الويند والووتر. ده الووتر لازم احطها ان ايه الاختلاف، ان انا بحط في المكان بتاع المية ده دام صح، بحط سد
or built on river. بحط ايه؟ بحط سد على النهر. لكن الويند بحط التوربينز في الاماكن فيها places فيها strong wind. اظن كلام ما فيهوش حاجه، ده بتاع السدود وده بتاع الويند. طب ايه الحاجات بقى المتشابهه ما بينهم؟ ان الاثنين رينيوبل والاثنين يوز كاينتيك انرجي، يستخدموا الكاينتيك انرجي تو اوبريت توربين عشان اشغل التوربين والتوربين يشغل الجنريتور تو جنريت الكتريسيتي. صح كده؟ يلا بينا بقى، يلا بينا. انا مش عايزه حد، ممكن محدش يغلط، ممكن تقرا السؤال قبل اي حاجه. يلا بينا. نمبر 1، water flow through a in dam to generate electricity. 1 ولا 2 ولا 3؟ المية هتعدي through window turbine ولا water turbine ولا hydroelectric energy؟ ها، في ناس بتقول 1 وناس بتقول 2 وناس بتقول 3، واللي بيقول 1 ده يضرب نفسه بالشبشب قبل أي حاجة. المية هتعدي في ايه؟ هتعدي في ايه في السد؟ المية هتعدي في ايه في السد؟ السد جواه هيدرو الكتريك انرجي؟ بالله عليكم اقروا السؤال، اقروا السؤال. اولا السد اهو ماشي، بيبقى جواه المراوح اللي هي ايه، التوربين. حلو كده، الووتر توربين. فالمية هتعدي وتحركهم. حلو كده، فاكيد اكيد 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 هتعدي على الووتر توربين. صح كده. طب اقرا نمبر 2. The hydro electric، لا يا لوجي خليكي. The electric energy generated by water turbine in dam is known as ها ايوه كده اهي يا مسهل، ما شاء الله. يبقى ايه؟ ها، هايدرو الكتريك انرجي، برافو. طب نمبر 3، in places with a strong wind، في الاماكن اللي فيها strong wind يبقى انا بعمل ايه عشان ايه اجنريت electricity؟ ها، نمبر 1 wind turbine، برافو. يبقى الويند توربين هي بتحرك، برافو عليكم. ايوه كده، برافو، ماشي. طيب في حد انا نسيته، ثانيه واحده كده. اوكي ماشي، يلا بينا، بسم الله نكمل بقى. طيب اكتيفيتي 7 بيقول لك والله انت لو عايز تعمل جنريتور في شكل التوربين في البيت فهتستخدم الحاجات دي علشان اي لازمه. المهم يعني ايه المهم في الجزء ده كله، الجزء ده كله الحته دي ماشي، الووتر سايكل. ايه الووتر سايكل دي؟ هي الميه يا دكتور، الميه، ركزوا معايا، المية يا عمر أحمد، ما تلعبش في الجهاز، بطل لعب وركز، هبتدي أتضايق. أوكي ولوجي، ما تسيبيش الحصة، أقول لك أهو. الووتر سايكل، إيه الووتر سايكل دي؟ اللي اسمها دورة المياه. يعني إيه؟ يعني إيه برضو؟ سايكل دي جاية من كلمة دايرة، صح؟ أه. ودكتور المية ينفع ترجع لنا تاني؟ ينفع ترجع لي تاني؟ اه ينفع ترجع لك تاني. ازاي؟ بالمية، مش احنا قلنا انها رينيابل متجددة، قلنا ان هي ايه؟ رينيابل يعني ايه؟ متجددة، صح ولا غلط يا لوجي؟ المية متجددة ولا لأ؟ ها؟ المياه متجددة ولا ايه الدنيا؟ انطقي. المياه متجددة، ايه يا ميس؟ ايوه، المياه renewable، صح ولا غلط؟ صح. تمام، حلو قوي. طيب ف ايه اللي هيحصل بقى يا شباب؟ ايه اللي هيحصل؟ ان الريفر ووتر، المياه دي بيقول لك ايه، انها مثلا انا دلوقتي ميه البحر ترجع لي في النهر. اه ازاي؟ تيجي تتبخر ميه البحر، فالملح بيفضل في الميه تحت، تمام، تتبخر يعني يحصل لها evaporation.
evaporation. اهي كلمة اهي evaporation. تمام. طيب اهو بصوا هنا، اهي الكلمة هنا. اول حاجة ان الريفر ووتر، انا السؤال اصلا هو بيديك الريفر ده ليه، بيديك سوري الووتر سايكل ليه، بيقول لي ان الريفر ووتر doesn't renew او return back، مش يعني مية النهر مش شرط ترجع تاني للنهر نفسه. ماشي يا لوجين، ان مية النهر ما تتبخر وكده مش شرط تطلع للنهر نفسه. ليه؟ لان بيحصل حاجة اسمها ووتر سايكل. يبقى اللي هو مديها لك ليه، ان المية renewable energy وان الريفر ووتر doesn't renew return back، مش شرط تتجدد او ترجع تاني to its source، من مصدرها through dam immediately، ترجع لك لنفس المكان. لا ليه؟ لان بيحصل حاجة اسمها ووتر سايكل. ايه البتاع دي بقى يا دكتور؟ ايه البتاع دي؟ اه دي المية بتلف يا معلم، ونشوف بقى هي هتلف هتجيلك انت ولا تروح فين بالظبط، ولا تروح في انهي حتة. تعال اقول لك بقى ايه اللي يحصل للريفر ووتر. تعال اقول لك اول حاجة ان الريفر ووتر ها اللي بتعدي هيحصل لها ايه؟ ايفابوريت، تتبخر. حلو كده، ايفابوريت، ادي المية كانت موجودة اتبخرت، يبقى اسمها ايه؟ ايفابوريت. ركز معايا تاني تاني، افهم يا مريم بس معايا دلوقتي الحته دي. الميه اللي في النهر ايه؟ اتبخرت. سهله، الشمس جت عليها فالميه اتبخرت، اظن دي سهله صح. ان الميه water change into water vapor، يعني ايه water vapor؟ بخار ميه. صعبه زي ماما بتغلي الشوربه تلاقي بخار طالع كده وتلاقي الميه بتخلص، صح ولا غلط؟ تمام، افهموا معايا الحتة دي وفهمكم لو مش فاهمين، بس فهموا الحتة دي بالله عليكم. ماشي تاني، يبقى المية ادي اهو الصورة اهي، الصورة اهي، ولا قوة الا بالله، هو خصمنا ليه؟ اهو ماشي، ادي ايه؟ المية اتبخرت سهلة؟ تمام. طب لما تتبخر ايه اللي هيحصل؟ ها الووتر العادية بقت بخار مية، بقت ووتر فيبر عن طريق عملية اسمها ايفابوريشن. تمام. طيب حلوة قوي، الايفابوريشن لما تتبخر ايه اللي هتحصل؟ هتتكثف، هيحصل لها كوندنسيشن، تتكثف فتعمل السحب صح. المية تطلع فوق تعمل ايه؟ السحب. تمام، يبقى river water بعد ما يحصل لها evaporate then ثم condense. يبقى أول حاجة يحصل لها حرف ال E evaporate، بعد كده يحصل لها حرف ال C condense. يعني ايه condense؟ تتكثف. البخار لما طلع عمل ايه؟ cloud، غيوم. عمل ايه؟ cloud، غيوم. تمام اوكي تمام. طيب حلوة قوي، جميل ماشي. يبقى كده حصل evaporation، ما اتبخرت يكون ايه بعد كده؟ بعد ما اتبخرت اتكثفت عملت condensation فعملت cloud، عملت condensation forming cloud. تمام. طيب حلوة قوي ماشي. when rain fall، اه كده خلاص اتكون سحب، هتفضل السحابة فوق ولا هتتقل وتقع؟ اه هتتقل وتقع كايه؟ كرين، كمطر. طب حلو قوي، فالمية ترجع تاني لمين؟ للريفر، صح كده؟ يبقى المية اتبخرت ورجعت تاني للريفر، بس هل شرط ان هي ترجع في نفس مكانها؟ لا. هل شرط ترجع نفس النقطة اللي كانت طالعة منها؟ لا. تمام؟ قولي يا ملك سؤال. طب قولي يا مريم. ميس معلش، هو انا برضه مش فاهمة. مش فاهمة تاني، فهمتي؟ طيب يعني ايه ووتر سايكل؟ ليه ربنا خلق لنا دي؟ ان المية تتبخر تطلع في السحاب، تمام، تتكثف، المية تتبخر تتكثف تعمل سحاب، السحاب ينزل مطر، تمام كده؟ والمية رجعت تاني ولا ماشي لأ؟
صح كده؟ الميه هي لفت ورجعت تاني صح؟ صح كده؟ هل اه بص بص مثلا مطر وقع هنا، هل كان وقع بقى في نفس المكان اللي اتبخرت منه؟ لا صح. فهو عشان كده بيقول لك ان الريفر ووتر doesn't renew or return back to its source through the dam immediately، يعني ما بترجعش في، يعني مش على طول مجرد ما تتبخر تطلع في نفس المكان، يعني المفروض كانت طلعت عملت كده ونزلت كده على طول. لا هي عملت كده ولا لفت لفة؟ لفت لفة صح. وممكن اصلا المطرة دي تنزل عندنا وما بتنزلش في السد صح ولا غلط؟ صح فهمتي يا ولا ميس. بالتكتيكي؟ نعم ممكن تسيبي اللي في ايدك؟ حاضر. تمام سيبي في ايدك بقى. فهمتي ولا مش فاهمة؟ اهو انا تاني فهمت. تاني تاني. انا يا شباب قلت عشان اللي مش فاهم الحتة دي، هو بيقول لك ان المية بيحصل لها ووتر سايكل، دورة المياه دي عارفين ربنا بيعملها لنا ليه؟ ربنا بيعملها لنا حتى عشان مية البحر، مية البحر نقدر نشرب منها بعد كده، ان المية تتبخر فهتطلع من غير الملح تمام، فتكون سحاب، والسحاب ده يبقى المية ما فيهاش ملح فهتبقى مية حلوة، فينزل لنا بقى ايه؟ المطر تمام. حلو كده جميل. دي اسمها الووتر سايكل. هو اصلا ما بيسألكوش فيها كتير قوي يعني، يعني ما تقلقوش منها. المهم تعرفوا ان ايه اللي هيحصل، ان المايه يحصل لها ايفابوريت تتبخر، فالووتر تشينجز تتحول لووتر فيبر تمام. بعد الايفابوريت يحصل لها كوندنس تتكثف، ان الووتر فيبر البخار ده يتحول لميه تاني، يبقى عكس الايفابوريت يبقى ايه؟ كوندنس. طب لما البخار يتكثف يكون كلاود، غيوم، فبالتالي بعد كده السحب والغيوم دي تعمل ايه؟ ها نزل مطر. سهله قولي انا يا نيرو. لا خلاص، انا كنت هسأل حضرتك تعيدي جزء بس حضرتك عدتي. تمام الحمد لله. قولي يا رهف. يا ميس، هو حضرتك يعني ايه كوندنسز دي يعني؟ كوندنس تتكثف، عارفه لما ماما تبقى بتغلي الشوربه وتلاقي الحاجات الميه بتطلع كده صح؟ انت لو ما اه غطيتيش الحله، مش انت لو محطه الغطا الحله تلاقي تشيل الغطا تلاقي عليه نقط ميه؟ مش كده كانت البخار اتكثف في الحله فاسمها كوندنس، يبقى هي بخارة ايفابوريت وكوندنس على الحله. حلو كده ماشي. تمام. قولي يا جان. شكرا لله. لا انا كنت عايزة بس حضرتك تعيدي الجزء ده تاني، بس حضرتك خلاص عدتي. الحمد لله. قولي يا ملك. ميس ماشي قولي ميس بقول اللي انا فهمته من الدرس. يا رهف. ايوه هو في الأول بيبقى مية النهر، بعد كده ماشي بتتبخر وبتطلع للسماء فبتكون ماشي سحب تتكتف. ماشي. تتكثف مش تتكتف. تتكثف وبعد كثيف كده كثيف. تكثف، وبعد كده تروح تتقل فتروح منزلة مية ممكن تيجي على نفس النهر أو مش نفسه. بس برافو. ايوه كده برافو. يبقى تيجي ممكن في مكان ده او مكان تاني، عشان كده بيقول لي ان قصده ان الريفر ووتر ميه النهر دي ما بترجعش لنفس المكان في نفس الوقت، يعني ممكن بقى تجيلها بعد سنين بعد كده مش شرط في نفس الوقت. اوكي برافو يا ملك. قولي يا خديجه. خدي متاخر قوي يا بس خديجه. دخل شوية. دخلتي متاخر ليه كده؟ بس دخلتي متاخر ليه كده؟ اللي فاتك انت واللي دخل متاخر هعطيه لكم. حاضر. قولي يا هاجر. مس انا يعني انا داخله متاخر، فممكن تعيدي الجزئيه دي بس؟ فهمت؟ طب فهمتي الجزئية اللي انا شرحتها وانت موجودة دي؟ طيب ان المايه بيحصل لها ايه؟ اه فهمت. تتبخر والكلام ده كله. فهمت. اللي فاتك في اللحظة اللي فوقيها دي حاضر هبقى اشرحه لكم بس بعد الحصة. قولي يا محمد.
بس هو انا اول لما اكون مثلا طبخ حاجه رز مثلا، اول لما احطها بتكون عامله بخار، وبعد لما افتحها بتكون بينزل منها ميه، ما في الحله دي ما بيبقاش بينزل منها. ليه لا ما انت على حسب، البخار ما لو بيبقى؟ الميه اتبخرت منك خالص فمش هينزل حاجه من من غطا الحله، لكن لو انت كنت حاطط الغطا فهتنزل عادي الميه. اه ماشي، شكرا. شكرا لله. قولي يا يوسف يا جدعان، اسئلكم الوجوديه دي مش دلوقتي. طيب ها هي ليه المية لما بتطلع فوق ها فالسحاب بتغطي الشمس يعني بتخليها غايبة؟ تبقى كثيفة قوي، تبقى كتيرة قوي، بتبقى كتيرة قوي. قولي يا سالي. نعم هو أول لما المية بتكون تحت بيكون ده اسمه حاجة من ده، هي يعني بتبقى هو في ووتر عادي، اللي... هي بتبقى ووتر عادي جدا، ما بقولش عليها حاجة. ماشي، ها أنا فهمت فهمت الدرس ده والدرس اللي قبليه. برافو عليك، برافو. قولي يا علي سؤالك، يلا بينا يا شباب بسرعة. قول الشمس بتطلع الشباك بيكون في كده في كور كده بتطلع من الشمس، ايه هي دي؟ كور بتطلع من الشمس. ايه كور بتطلع من الشمس دي؟ لا مهما بنفتح الشباك مهما تلاقي نقط بنقول مية ان يعني؟ الشمس، لا بالله كده حاجة مدورة كده، في عينك يعني ولا فين؟ مش فاهمة. لا مش فاهم يعني. ما انا بفتح الشباك الصبح ماشي. يعني اه ما احنا بقى نشوف الشمس جاية حتة، احنا بنشوفها بالله كده كور كتير قوي بتمشي. كور في السماء؟ لا لا مش فاهمك يا علي. انت هعرف منك اكتر بس في الشات. حاجة بتبقى لونها ابيض. ايه يا جدعان انتوا بتشوفوا ايه؟ مش عارف. طيب ماشي تعالوا نكمل. يلا number one، water is a non-renewable resource that is used to generate hydroelectric energy. ها non-renewable. برافو نيروز، برافو سالي، برافو جانا، برافو صهيب وياسين، اوكي وادم، برافو عليك سيف، اكسلنت. يبقى غلط، هي renewable طبعا مش non. number two، يلا in the water turbine، في ال water turbine ال kinetic energy is converted into ها hydroelectric energy، صح ولا غلط؟ برافو. ليه ركزي يا رودين اخت روضة. في الووتر توربين، توربين الكاينيتيك انرجي، مش في الووتر توربين ده اللي جواه جنريتور، ماشي اللي جواه جنريتور اوكي، هيتحول لايه؟ ها ليه هايدرو الكتريك انرجي اللي هي كهرباء. صح مش غلط والله، والله صح. ماشي كده خلصنا الدرس. بعد اذنكم هراجع الحتة اللي فوق سريعا تاني عشان الناس اللي كانت لسه داخله، عشان الناس اللي نسيت، عشان نحل. ماشي طيب سريعا عشان الناس اللي كانت دخلت متأخر. سريعا سريعا دلوقتي احنا عندنا سد دام سد، تمام. السد ده ماله؟ ها سميته هايدرو الكتريك انرجي، تمام كده. طيب السد ده عمل ايه؟ وقف المية وهي جايه تتحرك، مش وقفها يعني، عمل بوتنشال انرجي يا خديجه انت وهجر، صح؟ عكس البوتنشال ايه؟ عكس الكاينتيك بوتنشال، فعمل بوتنشال انرجي، تمام. فبعد كده او تعالوا هنا ننزل تحت. اولا قلنا اسم السد الموجود ده اسمه هايدرو الكتريك دام، تمام. احفظوك هايدرو الكتريك يا شباب، اقعدوا هايدرو الكتريك، هايدرو الكتريك، هايدرو الكتريك، امشي طول ما انت ماشي في بتعمل زي كتكوت كده، هايدرو الكتريك، هايدرو الكتريك، هايدرو الكتريك. يبقى السد اللي بولد منه كهرباء بتاعت الميه اسمه هايدرو الكتريك، تمام. طيب بريفنت، السد اللي عملته ده هيمنع ان الميه تمشي، صح؟ اه. يقول لي يا ميه اوعى تعدي من هنا، اه. فكده هيبقى في بوتنشال انرجي، صح؟ لان كده وقفها، صح؟ عكس الكاينيتيك بوتنشال، مفيش كاينيتيك في بوتنشال. حلوة قوي.
مفهوم يا هاجر انتي و هاجر وخديجة اكتبولي على الشات، فاهميني ولا لأ؟ تمام، السد وقف حركة المية فبقى فيه potential energy. طب حلو قوي، لما السد ويا هاجر بسرعة قولي، مش فاهمة، مش فاهمة. السد اسمه هيدرو الكتريك انرجي، ماشي؟ هيدرو يعني مية والكتريك يعني كهرباء، حلو؟ فالسد ده اللي عن طريق المية، تمام، عن طريق ان انا المية بولد منها كهرباء، عشان كده سميته هيدرو الكتريك دام، السد. والسد ده بيمنع عننا الفيضانات عشان بيمنع ان المية تجيلنا، صح؟ prevent the flow of water، وقف المية مكانها، انما وقفك مش انا كده بشيل منك الكاينتك، صح؟ فبقى ايه؟ فبخلي فيه بوتنشال، البوتنشال بتزيد، تمام؟ طيب لما لما افتح بقى السد والمية تتحرك، مش كده البوتنشال يتحول لكاينتك؟ اظن سهلة. طب لما المية تتحرك بقى ايه اللي يحصل؟ ايه ده؟ ده انا حاطة في السد هنا توربين، فالووتر توربين، التوربين يلف ايه؟ الجنريتور، والجنريتور يولد كهرباء، صح كده؟ ده اللي احنا عارفينه، صح؟ طب الكهرباء بتاعت المية دي جميلة قوي، فروحنا مسمينها اسم بقى، سميت الكهرباء اللي طالعة اللي طلعت من المية دي الكتريك انرجي عادي، بس معلش حط لي قبلها كلمة هايدرو عشان أأكد إن هي بتاعت المية، اللي هسميها طاقة كهرومائية طالعة من المية. أظن الموضوع سهل، يبقى ما تنسيش كلمة هايدرو الكتريك انرجي وهايدرو الكتريك دام. خلاص يا شباب، كده احنا خلصنا شرح الدرس، هنبدأ نحل دلوقتي سوا.